قد كان يذهب بنفسه مع المظلوم من المصريين إلى ساحة القضاء ليترافع عنه شخصيا. طيب ولابن الروح القدس الله ده مين؟ سلام ونعمة لكل المشاهدين ومتابعين قناة سيدي شيخ في كل مكان. احنا النهارده في دير القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. حاليا احنا موجودين في حتة اسمها القطعية. يلا بينا نتعرف على سيرة وحياة القديس العظيم الأنبا شنودة وحياته كانت ازاي. يلا بينا. احنا دلوقتي في دير القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، ويعتبر هو أهم شخصية تمثل رهبنة الشركة في مصر بعد القديس باخوميوس أب الشركة. دعي رئيس المتوحدين لأنه كان يمارس حياة الوحدة من حين إلى آخر، ولقد شجع بعض رهبانه على الانسحاب إلى البرية بعد سنوات قليلة من ممارستهم حياة الشركة دون قطع علاقتهم بالدير تماما. بينما رأى القديس باخوميوس في الشركة ذروة السمو الرهباني، أما القديس شنودة فيراها مرحلة انتقالية تعد النفوس الناضجة لحياة المتوحدين الأكثر نسكا. كان رئيسا للدير الأبيض في أتريب في صحراء طيبة لأكثر من 56 سنة، القرن الرابع والقرن الخامس. قاد حوالي 2200 راهب و1800 راهبة، كما أخبرنا تلميذه وخلفه القديس الأنبا ويسا. في سنة 431 ميلاديا رافق القديس الأنبا شنودة القديس كورلوس الكبير في مجمع أفسس المسكوني. لم يقبل في ديره أجنبيا ليلتحق بجماعته الرهبانية، بل كان جميع رهبانه من الأقباط الأصليين. لهذا عرف كثير من الأوروبيين ذكر اسمه في الفترة الخاصة بأباء البرية. شنودة هو الشكل الصعيدي لاسم رئيس المتوحدين الذي عاش في الصعيد. لم يستعمل غير اللهجة الصعيدية في كتاباته وخطبه وحديثه اليومي. أما الشكل البحيري لاسمه فهو شنودي، ومعناها خادم الله أو المكرس لله. ولد شنودة من أبوين مسيحيين تقيين، ربيا ابنهما على المبادئ المسيحية المثلى، وكان لوالده حقل يشتغل فيه مع فلاحين. كذلك كان يملك قطعانا من الغنم، فرأى أن يدرب ابنه على العمل منذ حداثته، فأرسل شنودة ليرعى الغنم وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره. وكان الصبي شنودة يلازم الرعاة طيلة النهار ويعطيهم طعامه الخاص بدلا من أن يأكله، وعند غروب الشمس بدلا من أن يعود لأبويه مباشرة كان يقف إلى جانب بئر ويصلي حتى ساعة متأخرة من الليل. ولما علم والده بمسلكه اصطحبه إلى خاله الراهب المعروف الأنبا بيجول، ولما وصل الاثنان إلى الدير قال له والد شنودة: بارك يا أبي الأنبا بيجول هذا الصبي. ولكن الأنبا بيجول عمل حاجة غريبة جدا، أخذ يد شنودة ووضعها على رأسه قائلا: أنا الذي يجب أن ينال البركة من هذا الصبي، لأنه إناء مختار للسيد المسيح الذي سيخدمه بأمانة كل أيام حياته. فلما سمع أبو شنودة هذه الكلمات فرح جدا واستودع الولد خاله. فنشأ شنودة منذ صباه في دير خاله، ومنه اقتبس كل الفضائل المسيحية. ظل شنودة الصغير يجاهد في سبيل الكمال الروحي بالصوم والصلاة والصبر والتواضع، وكان نشيطا جدا يؤدي جميع الواجبات الرهبانية المفروضة عليه بهمة نادرة. وكان خاله الأنبا بيجول يراقبه باهتمام زائد ويفرح جدا، علشان كان بينمو سريعا في العلم والفضيلة. ازداد فرحه بسبب ما رآه في رؤيا بالليل، وقد سمع ملاك الرب يقول له: البس الراهب الشاب شنودة الإسكيم المقدس. فقام في الصباح الباكر جدا وصلى صلاة الإسكيم ومنطقه به. وخلال هذه السنوات عاش القديس شنودة الشاب في الدير الأحمر، حيث كان خاله أبا للرهبان. ولما رأى شنودة أن هناك كرامة الإسكيم ضاعف جهوده وأمعن في دراسة الأسفار الإلهية، ولم يقتصر على دراستها لنفسه، بل أخذ يعلمها للرهبان والمدنيين اللي كانوا بيأتوا على الدير لوفاء ما عليهم من نذور. كان يجمعهم حوله ويعلمهم مثبتا إياهم على الإيمان الأرثوذكسي. في أحد الأيام سمع الرهبان الشيوخ صوتا يقول: لقد أصبح شنودة رئيسا للمتوحدين. وكانت غيرة شنودة المتقدة وقداسته الفائقة والاستعلانات الإلهية العديدة التي منح له
رب المجد الأب السماوي يسوع المسيح سببا في اجتذاب عدد وفير من الناس إليه، جاءوا ليعيشوا معه تحت رعايته ليتعلموا منه الفضائل المسيحية. فلما انتقل الأنبا بيقول إلى بيعة الأبكار انتخبوا شنودة خلفا له، مع أن الأنبا شنودة اتبع نظام الرهبان السائد في مصر، إلا أنه وضع خطة يسير عليها رهبانه بها بعض الاختلافات تتعلق بنظام طالب الرهبنة ونظام الإدارة وقانون العبادة والاهتمام بالتعليم والعمل اليدوي ونظام العزلة، جامعا بذلك بين الرهبنة الأنطونية والرهبنة الباخومية. قائد كنسي سياسي ضد الاستعمار البيزنطي، مع أن القديس العظيم الأنبا شنودة كان شغوفا بالعزلة منذ صباه، إلا أنه شاطر العالم حياته، إذ كان يراقب الأحداث والتقلبات السياسية بدقة واهتمام، مدركا أن التلميذ المخلص السيد المسيح هو من يوصل رسالته إلى غيره من بني الإنسان. وحين جلب بصره حوله رأى بني قومه يرزحون تحت أثقال من العبودية المرة، عبودية الأوهام ومخاوف توحيها إليهم الوثنية، وعبودية للحكام البيزنطيين اللي كانوا بيمتصوا دماء الشعب الكاده ويسلبهم عرق جباههم. صمم على أن يكرس لتحريرهم، بدأ بتحريرهم من مخاوفهم بأن بيّن لهم أن العناية الإلهية تقيهم كل أذى، وقرن تعليمهم بالعمل، فكان يطعم الجائع، يكسو العريان، يداوي المريض، يأوي الغريب، وفوق هذا كله فقد كان يذهب بنفسه مع المظلوم من المصريين إلى ساحة القضاء ليترافع عنه شخصيا. لم يكن الأنبا شنودة أبا للعديد من الرهبان فقط، بل كان أبا لألف وتمنمائة راهبة، وكتب لهم طبعا العديد من الرسائل، وكان بيرشدهم ويثبتهم على الإيمان القويم، ولذلك تأهل لأن ينال لقب رئيس المتوحدين، فكان يقضي بعضا من الوقت في كل سنة منقطعا بمفرده، ولم يكن أحد يجرؤ على اقتراب منه أثناء هذه العزلة. قد عاش الأنبا شنودة 118 سنة، قضى 66 عام رئيسا لبضعة أديرة، بعضها للرهبان وبعضها للراهبات، والله منعه مع هذا العمر الطويل الصحة والعافية. ظل طيلة حياته يعمل بلا هوادة منذ أن تسلم قيادة الدير الأحمر عن خاله الأنبا بيقول، كما نجح بجهاده المتواصل وهمته في أن يثبت نظام أديرته وأن يسلم الشعلة إلى تلميذه الأنبا ويصر، نجح أيضا نجاحا باهرا في أن ينقذ في مواطني عاطفتهم نحو بلاده، كان وطني للدرجة الأولى. بركة القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين تكون معي ومعكم، أمين.